قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأنه قيل: من هم أولياؤك الذين من عاداهم فقد آذنته بالحرب؟ من هم؟ فجاء الجواب في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا ما هو؟ نعم، هذه صفة أولياء الله الذين من عاداهم فقد آذنه الله بالحرب. ولهذا تأمل كلام ابن القيم، يقول رحمه الله: حصر في هذا الحديث الشريف الإلهي ما حبته في أمرين: أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل. حصر معنى الولاية في هذين الأمرين، فأهلها أهل الولاية. حصر المعنى في هذا، في هذين الأمرين: أداء الفرائض والعناية بالنوافل. من كان محافظا على فرائض الدين والواجبات، مبتعدا عن الكبائر والآثام، فهذا من أولياء الله، هذا من أولياء الله. والرجل الذي عدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض التي افترضها الله على العباد، فقال على إثر ذلك: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال: أفلح إن صدق. فمن أدى الفرائض وترك الحرام هذا من أولياء الله، هذا من أولياء الله الذين من عاداهم فقد آذنه الله بالحرب، فإن زاد على ذلك عناية بالنوافل والرغائب فإن درجته في الولاية ماذا؟ تعلو وترتفع، فيفوز بذلك بحب أعظم من الله له، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الأول الذي يتقرب إلى الله بالفرائض يحبه الله سبحانه وتعالى، وما تقرب متقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله مما افترض على عباده. لكن إن اعتنى بالفرائض ثم ارتقى فزاد عناية بالنوافل والرغائب، زاد حظه ونصيبه من حب الله له حتى أحبه، أي الحب التام، الحب العظيم. فإذا أحببته، هذه ثمار يجنيها العبد من تحقيقه لهذا المقام، مقام الولاية: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. هذه كلها ثمار وآثار. ويأتي حديث جميل للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عنها. نعم.